ومعنا من القاهرة الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الوهاب، وبداية نريد أن نعرف ما هو الجديد في شريحة B20 التي تعتزم إنفيديا إطلاقها في الأسواق الصينية. أولا حضرتك لازم نعرف أن حجم سوق الرقائق الإلكترونية في العالم وصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار، يعني بما يوازي 2% تقريبا من الاقتصاد العالمي، وده حجم ضخم جدا. تتحكم فيه بشكل عام تقريبا 6 دول رئيسية، هي الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية والصين واليابان وهولندا. إذن النصيب الأكبر حتى الآن هو لأمريكا بنسبة تقريبا حوالي 47%. لكن نرجع نقول الرقائق الإلكترونية أمريكا بتعتبرها أمن قومي، وهي تقريبا الجزء الرئيسي في الحرب الجيوسياسية بين أمريكا والصين. طب واحد يقول طب ليه أمريكا بتصدر للصين خصيصا رقائق إلكترونية؟ أولا الرقائق الإلكترونية الدقيقة جدا لا تصنع في أمريكا، بتصنع في تايوان. الرقائق الإلكترونية بنقيسها بوحدة اسمها نانوميتر. النانوميتر واحد على مليار من المتر. تايوان وصلت إلى شريحة 2 نانوميتر. أمريكا عندها شرايح 8 نانوميتر، الصين عندها شرايح 18 نانوميتر. إذن أمريكا لما بتصدر للصين بتصدر لها شرايح غير عالية الدقة. طب ليه؟ لأن الشرايح عالية الدقة بتستخدم بشكل رئيسي في الأسلحة بشكل عام وفي القطاع العسكري بشكل عام والأقمار الصناعية. طيب وأيضا ليه؟ الصين بتستورد بما يقرب من 300 مليار دولار من أمريكا شرايح. إذن أمريكا النهاردة بتحافظ على يعني تصدير، دي نقطة. النقطة الثانية بتصدر شرايح قليلة الجودة، دي نقطة مهمة. طب أمريكا النهاردة رصدت ما يقرب من 250 مليار لدعم شركات الشرايح الإلكترونية في أمريكا، لأنها مش قادرة توصل زي دقة الشرايح في تايوان. نفس الكلام الصين رصدت حوالي 155 مليار دولار للأبحاث للشرايح الإلكترونية. من شهرين تقريبا لما حصل فيضان في تايوان وتوقفت إنتاج الشرايح، بدأ العالم يحس بأزمة عالمية، لدرجة أن معظم مصانع السيارات على سبيل المثال في ألمانيا توقفت عن التصدير، لأن كل سيارة محتاجة شريحة. إذا إحنا النهاردة بنقول أمريكا لما بتصدر للصين ما بتصدر لهاش شرايح عالية الدقة، بتصدر لها شرايح زي ما حضرتك قلتي متوافقة مع القانون الأمريكي، إن هي شرايح تكاد تكون مش ما تستخدمش في الأسلحة أو في الصناعات الحربية أو في صناعات الفضاء بشكل عام. هو ده الأساس هنا. طيب البعض قد يتساءل ما الذي جذب إنفيديا للتوسع في السوق الصينية بالرغم من كل القيود الأمريكية المفروضة على شركات الرقائق؟ سؤال حضرتك وجيه جدا. احنا لما بنقول النهاردة الصين بتستورد من أمريكا بما يوازي 300 مليار دولار رقائق إلكترونية، إذن المستورد الرئيسي لصناعة الرقائق الإلكترونية في أمريكا هو الصين. إذا النهاردة إذا أمريكا ما صدرتش للصين هتخسر، يبقى عندها صناعة زيادة مش عارفة تصدرها لدول تانية. المصدر الرئيسي في العالم هو تايوان. تايوان بتصدر لمعظم الشركات الكبيرة وبرضه بتصدر للصين، بس الأحجام اللي أقل حاجة 14 نانوميتر. أما الرقائق عالية الدقة سواء أمريكا أو الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو هولندا ما بيصدروهاش للصين. عشان كده الصين النهاردة بتحاول تعمل مشروعات بحث علمي دقيق عشان توصل لدقة الرقائق الإلكترونية في
تايوان. هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، الرقيقة الإلكترونية اللي هي تكاد تكون يعني أقل من عقلة الصباع بتحتوي على 50 مليار ترانزستور. تتخيلي حضرتك إن بيشبهوا سمك الترانزستور بسمك خيط في يعني الخلية للإنسان. يعني إذا جاز التعبير شعرة الإنسان ممكن تحتوي على مئات الملايين من الترانزسترات. إذن الدقة المتناهية دي حتى الآن الدولة الوحيدة اللي بتتحكم فيها هي تايوان. واحد يقول ليه؟ لأن تايوان المصانع الأمريكية في الثمانينات مع بداية أشباه المواصلات انتقلت كلها إلى تايوان. تايوان بالعلماء بتوعها طوروا الرقائق الإلكترونية. اليابان دخلت ثاني دولة. الصين دخلت في هذه الصناعة في نهاية التسعينات، فمش قادرة أن تواجه البحث العلمي والتطوير لهذه الشرائح. حتى أمريكا النهاردة لم تصل إلى دقة 2 نانومتر زي ما وصلت لها تايوان. عشان كده النهاردة أمريكا إلى حد كبير بتلوم نفسها أن نقلت هذه الصناعات خارج أمريكا في الثمانينات إلى تايوان. النهاردة بتحاول تستردها وبتحاول تقنع أكبر شركة تايوانية في العالم في صناعة الرقائق إنها تفتح لها فروع في أمريكا بدقة 2 نانومتر. وأنا أعتقد في الفترة اللي جاية هيطلع يعني مقاييس جديدة غير النانومتر، ربما يعني النانومتر واحد على يعني مليار من المتر، لكن ممكن هتطلع بعد كده وحدات مثلا يعني 1000 مليار من المتر وهكذا، لأن الشرائح الإلكترونية الذكية هي اللي بتستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي دي اللي هتستخدم في الحروب القادمة، وأيضا هتستخدم في أبحاث البحث العلمي لغزو الفضاء وتطبيقات النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي والسمارت سوليوشنز بشكل عام، سواء موبايلات سواء كمبيوترز فائقة السرعة، كل هذه الحلول الذكية. السمارت سولوشنز أو الحلول الذكية. طيب دكتور، كيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوة برأيك على المنافسة ما بين إنفيديا والشركات الصينية طبعا العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الأبرز الآن بالنسبة لتلك الشركات؟ بصي حضرتك، هي ميزة الصين إنها أكبر سوق تجاري في العالم حاليا. عشان كده بنقول زي ما حضرتك سألتي من شوية، ليه أمريكا بتصدر للصين رغم الحروب التجارية بينهم؟ لأنها محتاجة تصدر ب 300 مليار دولار عشان تطور كمان وتصرف على البحث العلمي وتوصل لتطبيقات أعلى. الصين عندها أكبر شركة موبايلات بدون ذكر اسمها، عندها شرائح كتيرة جدا، بس ما بتقدرش تغطي السوق الصيني، لأن كل التكنولوجيات اللي في الصين تستخدم النهاردة الذكاء الاصطناعي مش بس في صناعة الموبايلات، في صناعة كل الأجهزة المختلفة. والصين النهاردة بتركز بشكل عام على تطبيقات غزو الفضاء وعلى التطبيقات العسكرية. عشان كده أمريكا منع عنها الرقائق الإلكترونية الدقيقة جدا، لكن بتسمح بتورد لها الرقائق الإلكترونية اللي بتستخدم في صناعة الكمبيوترز العادية، صناعة الأجهزة المختلفة الكهربائية. لكنه في النهاية حجم السوق الصيني الشركات الصينية مش قادرة تغطيه، فبتضطر تستورد من الخارج. لكن النهاردة أنا أعتقد القوة العظمى اللي طالعة النهاردة هي كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية بدأت تقترب من صناعة الاثنين نانومتر في تايوان، وهو ده اللي عدى اليابان. حتى اليابان النهاردة رصدت مئات المليارات علشان تلحق بكوريا الجنوبية. حضرتك ذكرت منذ قليل أنه هناك سعي من قبل الشركات العاملة في هذا المجال لتحسين وتطوير الرقائق بشكل كبير، يعني
إلى أين يمكن أن نصل في هذا السباق وهذا الهوس، هوس الذكاء الاصطناعي إذا صح التعبير؟ بص حضرتك يا أستاذة دينا، أولاً تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عموماً كلها صراعات ما بين الشرق والغرب، وأهم حاجة فيهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات إنترنت الأشياء، تطبيقات البايو تكنولوجي والنانو تكنولوجي، لأنه النهاردة التطبيقات دي مش بتستخدم بس في صناعة السلاح أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام. النهاردة صناعة الدواء بقت تستخدم رقائق إلكترونية، الأجهزة الطبية الحديثة كلها بتستخدم رقائق إلكترونية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة. إذن النهاردة إحنا داخلين على عصر تقريبا هيكون الإنسان فيه شبه آلة. النهاردة زي ما بنقول الحياة الشخصية للإنسان انتهت. ليه؟ لأنه مراقب تماما بملايين من الأجهزة الإلكترونية، سواء اللي هو بيستخدمها أو اللي غصب عنه موجودة في الشوارع أو في الأقمار الصناعية. لكن إحنا بنقول النهاردة من يمتلك قدرة الرقائق الإلكترونية وتصنيعها يقدر إلى حد كبير جدا يجابه دول كتيرة، سواء في صناعة الأسلحة المختلفة، سواء في صناعة التكنولوجيات اللي داخلة في تطبيقات المدن الذكية، تطبيقات غزو الفضاء وغيرها. إحنا على فكرة مصر بدأت النهاردة تدخل في هذه الصناعة، لأن إحنا دولة عندنا المادة الخام، درجة نقاء مادة السيليكا المستخرجة من الجبال المصرية بنقاء حوالي 98%. يمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أوقف تصدير الرمال كمادة خام، وبدأنا نعمل عليها عمليات تصنيع، لأن الدرجة الأولى منها بنقدر نطلع منها خلايا شمسية، نقدر نطلع منها أشباه موصلات تستخدم في الأجهزة الإلكترونية المنزلية والمصانع وغيرها. إذا إحنا حتى في مصر لازم نبدأ نشتغل في هذا المجال، وكانت أول خطوة إن إحنا عملنا مصنع في كفر الشيخ يستخدم الرمال السوداء في النظائر المشعة، وأعتقد الحكومة المصرية حاليا بصدد التوقيع مع مجموعة من الشركات العالمية لعمل مصانع لأشباه الموصلات. مش هنوصل طبعا لاثنين نانو ولا 8 نانو ولا 18، لكن نقدر نبدأ بمجموعة من أشباه الموصلات على الأقل تغطي التصنيع في الأجهزة المنزلية والمصانع والحاجات العادية والسيارات. لكن طالما دخلنا هذه الصناعة في مصر هنقدر نعمل جنبها مراكز أبحاث بحث علمي في الجامعات وفي المصانع، ونقدر نبقى دولة على الأقل دولة أولى في أفريقيا ندخل في صناعة الرقائق الإلكترونية. شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.